بسم الله الرحمن الرحيم، هناخد يا ولادي الجزء الثاني من مراجعة شهر مارس من المتميز وأسئلة الإكمال والأسئلة المقالية، وجايب لي هنا 5 جمل أستعملهم في الأماكن الفاضية. تستخدم الطاقة المتولدة من مين في إنارة مصابيح الطرق؟ يبقى ناخد إيه المناسب؟ الألواح الشمسية. تحتاج مين أشعة الشمس لكي ينمو؟ يبقى ناخد النباتات. يمكن توليد طاقة كهرومائية، مادام كهرومائية يبقى من توربينات المية. يحول المولد الكهربي من طاقة إيه لطاقة إيه؟ المولد يا ولاد من حركة الكهرباء، عكس مين؟ الموتور. الموتور من كهرباء الحركة، إنما المولد من حركية إلى كهربية. مين اللي بنستخدمها في زراعة النباتات الصيف في فصل الشتاء؟ أقول له الصوبات الزراعية. أدي أول سؤال. السؤال التاني برضو الأكمل، جايب لك 5 كلمات وعايزين نستعملهم. معظم محطات الطاقة المنتجة للكهرباء بتعتمد على أنهي وقود؟ على الوقود الحفري. طيب تتركب مين من خلايا شمسية صغيرة زي الآلات الحاسبة الصغيرة؟ يبقى الألواح الشمسية. مين يا ولاد اللي بيكون سبب في تغير الطبيعة الكيميائية للبحيرات وميوت الأسماك؟ كلنا عارفين الإجابة، الأمطار الحمضية. يطلق على أشعة الشمس اسم الطاقة إيه؟ الإشعاعية. أشعة تشع إشعاع. تتولد الطاقة الكهرومائية، مادام مائية يبقى جاية من المية. آدي الكلمات المناسبة. واحدة كمان، معانا 5 6 كلمات أهم وعايزين نستعملهم في الأماكن الفاضية. طواحين الهواء كانت بتعتمد على طحن الحبوب على مين؟ أقول له على الرياح. طواحين الهواء خاصة القديمة. النفط من مصادر الطاقة إيه؟ الغير متجددة. أحد عيوب الرياح إنها لا تهب أحيانا، يبقى الهواء موجود ولكن حركته فيها سكون. مين اللي بنستعملها في طهي الطعام؟ المرآة المجمعة، وممكن أقول المرآة المقعرة اللي بتعمل على تجميع الضوء. تنقل الكهرباء عبر أسلاك مصنوعة منين؟ من النحاس. طب بتنقل من خلال إيه؟ من خلال كابلات. من خلال كابلات، جميل. هنيجي لواحدة تانية وسؤال آخر، وهو السؤال المقالي، أسئلة المقال اللي بتحتاج منك إجابة زي علل. ليه بتحصل ظاهرة الاحتباس الحراري؟ بسبب تجمع غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج من حرق الوقود في الهواء، واللي بيعمل طبقة تؤدي إلى الاحتباس الحراري. ليه بنشعر بالدفء ليلا بالرغم من إن مفيش شمس بالليل؟ الأرض هنا عاملة زي الحصالة، لأن الأرض بتخزن وتمتص طاقة الشمس في النهار، ولكنها ما شاء الله تبعثها ليلا فنشعر بالدفء والحرارة. اللي بيحصل لو اتحد ثاني أكسيد الكربون مع بخار الماء؟ أقول له تتكون ظاهرة الأمطار الحمضية. طب الظاهرة دي ضارة ولا مفيدة؟ ضارة طبعا. طب بتسبب ايه؟ موت الاسماك وتغير الطبيعة الكيميائية للبحيرات، لو جالي اضرارها ايه؟ اذكر استخدامات الكهرباء اللي جاية من الالواح الشمسية. اقول له ما شاء الله بتستعمل في اتجاهات متعددة، منها انارة الشوارع، تجهيز الاجهزة الكهربية، تشغيل الاجهزة الكهربية، وايضا تشغيل معدات والات ووسائل الري. اذكر وظيفة الطواحين الهوائية القديمة، تستخدم في طحن الحبوب. طب الحديثة في توليد الكهرباء. استخدم الطواحين الهواء قديما لطحن الحبوب. ما الطاقة التي اعتمد عليها؟ طاقة حركة الرياح يا ولاد. طب ايه اللي يحصل لو حصلت ظاهرة الضباب الدخاني تؤدي إلى أضرار كبيرة، منها تهيج العيون والرئتين وتلف أنسجة الجهاز التنفسي؟ يبقى دي الأضرار الخاصة بإيه يا أبرار؟ بالضباب الدخاني. اللي يحصل لو سقط ضوء الشمس على ألواح الشمسية؟ تتحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية وتكون مؤهلة للعمل. اذكر وظيفة التوربينات الحديثة، توليد الطاقة الكهربية. ما الأضرار اللي بتيجي من الأمطار الحمضية؟ لسه قايلينها، تغير الطبيعة الكيميائية للتربة والبحيرات
وتؤدي إلى موت الأشجار وموت الأسماك وتآكل الصخور والمباني. يا واد يا هاني، اذكر أحد أهم عيوب الاعتماد على الرياح. الرياح تبقى موجودة ولكنها لا تهب أحيانا، هواء موجود ولكن حركته فيها سكون، فيبقى كده مفيش إدارة للتوربينات الهوائية التي تستخدم في توليد الطاقة الكهربية. بكده خلص أسئلتنا الرابع والخامس، أسئلة الإكمال والأسئلة المقالية من سلسلة المتميز الجميلة. يا رب الأسئلة تكون سهلة وبسيطة ومفهومة يا ولاد.